مرحبا بكم متابعي قناة كامبوس ماروك تي في بموجز اخبار الجامعات المغربية. استمرار احتجاجات الطلبة بكل من المراقب الجامعي دهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس من أجل التسريع بفتح الحي والمطعم الجامعيين. لليوم 156 على التوالي يواصل الطلبة الثلاثة المطرودون اعتصامهم المفتوح أمام رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير. صدرت أمس الثلاثاء مذكرة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تخص برمجة بث دروس اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية. كما استقبل السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء بمقر الوزارة سفير البرتغال بالمغرب السيد برناردو فوتشر بيريرا من أجل التباحث حول مجالات التعاون المشترك، لا سيما المنجزات التي تحققت في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي الموقعة بلشبونة بتاريخ 11 دجنبر 1978. كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وضع مخطط عمل بين الجامعات ومراكز البحث بكلا البلدين ترصد له ميزانية خاصة يمكن أن يدعم ضمن برامج الاتحاد الأوروبي. ينظم اتحاد المحامين لشباب مراكش ندوة علمية يوم الجمعة 19 من هذا الشهر حول موضوع المتطلبات القانونية للنظر في منازعات البنوك التشاركية وذلك عبر منصة زوم. تم الإعلان عن اللائحة الرابعة الخاصة بتوزيع بطاقة منحتي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.